أخرجت زينب رأسها من هودجها، أخي أبا الفضل أو يكون القتال ونحن نساء على ظهور النياق؟ قل لأخيك الحسين، يلين الخطاب مع القوم، وإذا بالحسين ينادي: يا حر ثكلتك أمك، فقدتك أمك، روعت بنات رسول الله. قال: لو قالها غيرك يا أبا عبد الله لما عدوت أمه من الثكل، لكن ما أقول في أم كأمك فاطمة. لكن أبو علي: خذ طريق النصفة، لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك إلى المدينة. صاح الحسين: أصحابي، من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ أنت جاوبني، طريق غير الجادة يعني شنو؟ طريق غير الجادة يعني طريق وعر ما تمشي فيه نياق، لأن فيه طلعة ونزلة، وهذه النياق إذا قامت تطلع وتنزل تتعب في المسير. إذا هي ناقة وحيوان يتعب من المسير، كيف باللي عليها بعد؟ كيف باللي في الهودج؟ قال الطرماح بن عدي: أنا يا ابن رسول الله. الطرماح التحق بالحسين في طريقه، قال: أنا يا ابن رسول الله. قال: قف يا طرماح وسر بنا، تقدم بالركب. إجا أول هودج مولانا، هو هودج زينب، والعباس يحوم حول هودج زينب. قال له: سيدي ناولني زمام الناقة. قال له: تعال يا طرماح، تدري من هو اللي في هالهودج هذا؟ تعرفه لو لا؟ قال له: من؟ قال: هي سيدتك ومولاتك الحوراء زينب، هذه وديعة عندي، أنا كافلها. إشلون أعطيك الهودج يا طرماح؟ وينك أبو فاضل عن زينب يوم كربلاء؟ لكن خذ لك طرف من زمام الناقة وسر بنا يا طرماح. طرماح بدوي يعرف هذه الناقة إذا تروعت تحتاج إلى حدو يحدو بها حتى تسير على راحتها. وإذا به يحدو بركب الحسين: يا ناقتي لا تزعجي من زجري وشمري قبل طلوع الفجر، بخير ركبان وخير سافر، يا مالك النفع معا والضر، أيد حسنا سيدي بالله، كل ساعة عباس محمد الحسين ناشد شنهينا زل تكبل فال. قال لي: يا خويا نزلت تدري بخيت نمدة، ما تعرف الذل والهض، هاي مدلل يا عباس، ربيت على العزوة، ريتك يا عباس تحظ يوم طلعت منك. اشلون طلعت ابو فاضل؟ سترت وجهها جفوفها والدمع الخد ساي، بينما الصبط بأهليه مجدا فل، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويش وياي، إن لقدام مطاياهم منا
ساعة إذ وقف المهر الذي تحت فعلى صهوة ثاني فأبى أن يرحل فدعا في قومه يا قوم ما هذل قيل هذه كربلاء قال كرب خيموا إلا بهذه الأرض ما القلعة لكن إن كان هذه كربلاء بشرب بلا نزلوا ترى لاحت على المنى لازم بجانب هالنهار نقضي ضما واجسادنا تبقى على الغبر السليب حطوا ضعنا بهالفضاء ونصبوا خيم وبهدى يسبع الحرب نزلوا حرم معلوم في هذه الأرض ينسفك دم موعود بيها وعد يمن الله وحبيب أين المنادون وحسيناه